الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا المقطع في حق الإحصاء الاستدلالي Inferential Statistics، مخصص للتوزيع الطبيعي في ثلاثة أبعاد Normal Distribution in Three Dimensions، مقارنة مع ما يسمى التوزيع الطبيعي في بعدين، اللي هو التوزيع الطبيعي العادي اللي اعتدنا عليه في معظم مسائلنا. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين في كافة أقطار العالم، وعلى بركة الله نبدأ. التوزيع الطبيعي، قدمت في المقطع السابق المبادئ الأساسية للتوزيع الطبيعي Normal Distribution باعتباره أهم قوانين الاحتمال والأكثر استعمالا، وقد قدمته في بعدين هما قيم المتغير على المحور الأفقي، واحتمال أن يأخذ المتغير قيمة معينة ضمن مدى محدد على المحور العمودي. وقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع المبادئ الأساسية للتوزيع الطبيعي في ثلاثة أبعاد Normal Distribution in Three Dimensions باعتباره توزيعا احتماليا متصلا Continuous Distribution له استعمالات مفيدة. يفضل العودة إلى المقطع المشار إليه عن التوزيع الطبيعي في بعدين لإنعاش الذاكرة حول التوزيع الطبيعي في بعدين كما ذكرت. التوزيع الطبيعي من التوزيعات الاحتمالية المتصلة أي المستمرة Continuous Probability Distribution، ويعتبر من أهم القوانين الاحتمالية المعروفة في علم الإحصاء والقياس. ينشأ هذا التوزيع عن عدد كبير من تجارب برنول المستقلة، أو ما يطلق عليها بالأدبات الغربية Independent Bernoulli Trials، وبسبب كثرة الظواهر الطبيعية والاجتماعية التي يمكن وصفها وتحليلها بواسطة هذا التوزيع بواسطته أي التوزيع، فقد احتل هذا القانون مكان الصدارة بين التوزيعات الاحتمالية، حيث تأخذ دالة كثافة الاحتمال Density Function للمتغير الطبيعي الصيغة الرياضياتية العامة الآتية. هذه الصيغة probability of x equals 1 divided by sigma multiplied by the square root of 2 pi الكل all that is multiplied by minus half multiplied by the difference the square difference of course between x and mu divided by sigma. باللغة العربية احتمال وقوع الحدث x، حيث x يقع في ضمن مدى معين ليس قيمة محددة، ضمن مدى معين يساوي 1 مقسم على الانحراف المعياري مضروب في الجذر التربيعي ل 2 باي، حيث باي هي النسبة التقريبية، والكل مضروب في إي العدد النيبيري، حيث هذا العدد مرفوع للقوة نصف سالب، والكل مضروب في مربع الفرق بين قيم المتغير ومتوسط المتغير مقسم على الانحراف المعياري الكل تربيع، حيث الآن احتمال وقوع الحدث اكس، حيث اكس تقع في ضمن يعني ضمن مدى معين، وهنا الانحراف المعياري للمتغير x، والعدد النيبيري هنا الآن متوسط توزيع x، وأخيرا النسبة التقريبية اللي هي طه تساوي 22 على 7 كما يسموها الرياضياتيون العرب باللغة العربية، حيث ترمز x للمتغير العشوائي كالدخل أو الإنتاج أو الطول أو الوزن أو أي متغير يخضع لقانون التوزيع الطبيعي ومراد حساب احتماله. تمثيل بياني، تأخذ دالة كثافة الاحتمال للتوزيع الطبيعي اللي هو طبعا التوزيع الطبيعي في بعدين شكلا بيانيا يشبه الجرس المقلوب كما في الشكل الآتي، وهو متماثل symmetrical بمعنى آخر، يعني الجزء الأيمن منه يشبه الجزء الأيسر منه، الجزء الأيمن إلى يمين المتوسط يشبه الجزء إلى يسار المتوسط، وهنا تقع 50% يقع 50% من قيم المتغير إلى يمين المتوسط، و 50% يقع إلى يسار أو تقع إلى يسار المتوسط. طبعا هو حول قيم متوقع expected value of x للمتغير العشوائي الطبيعي أي وسط التوزيع ميو، ودائما وابدا قيمه المساحه او مجموع مساحه المنحنى تحت او المساحه تحت المنحنى تساوي 100% او 1 صحيح. يعتمد امتداد التوزيع
أرجو أن أرجع للمقطع السابق، بس أذكر امتداد التوزيع، امتداد التوزيع إلى اليمين وإلى اليسار، هذا الامتداد هنا الآن الجزء المدبب من التوزيع، لكن الامتداد إلى اليمين وإلى اليسار. فيعتمد امتداد التوزيع إلى اليمين واليسار على مقدار الانحراف المعياري للمتغير العشوائي. فكلما انخفضت قيمة الانحراف المعياري، كلما انخفضت قيمة السيجما الانحراف المعياري، قل امتداد، يعني انخفض امتداد التوزيع يمينا ويسارا، وزاد ارتفاع الجزء المدبب منه. وكلما ارتفعت قيمة، أي زادت قيمة سيجما، زاد امتداد التوزيع يمينا ويسارا وانخفض الجزء المدبب منه. فيوضح الشكل الآتي: توزيع المتغير الطبيعي X بوسط مشابه للكل ميو تساوي 5، هذا المتوسط للكل يساوي 5، لكن الانحراف المعياري أخذ 3 قيم مختلفة، هي سيجما تساوي 1 و2 و3. نلاحظ من التوزيع الأول الجزء المدبب منه مرتفع وامتداده إلى اليمين واليسار منخفض نسبيا إذا ما قرنا بالأزرق والأحمر. فنلاحظ بأنه الوسط للكل متساوي، ميو تساوي 5 ميو تساوي 5 ميو تساوي 5، لكن كل واحد منهم تميز بانحراف معياري مختلف. الأخضر تميز بانحراف معياري مقدار 1، الأزرق بانحراف معياري يساوي 2، والأخير الأحمر انحراف معياري يساوي 3. فنلاحظ بأنه عندما كانت قيمة الانحراف المعياري 1 اللي هي منخفضة مقارنة مع القيمتين الأخريتين، هنا الجزء المدبب ارتفع، ارتفع وضاق، يعني اقتربت القيم من وسطها. أما عندما زاد الانحراف المعياري 2، القيم امتدت إلى اليمين وإلى اليسار أكثر، ما يعني أنها ابتعدت عن المتوسط 5. وأخيرا عندما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري من 2 إلى 3، زاد الامتداد إلى اليمين وإلى اليسار، ما يعني بأن قيم المتغير X ابتعدت عن المتوسط أكثر وأكثر، وأصبح تقريبا يأخذ شكلا مستويا عند الجزء المدبب منه. هنا الاستواء قليل، هنا الاستواء ارتفع، هنا التدبب ارتفع. والمساحة تحت أي منحنى تساوي 1 صحيح أو 100%. ففي كل المنحنيات ينقسم التوزيع مناصفة إلى يمين ويسار وسط قيمة متوقعة، أي أن هناك 50% من القيم تأتي إلى يمين المتوسط و 50% تأتي إلى يسار المتوسط لكل المنحنيات. يتميز توزيع المتغير العشوائي الطبيعي X مثلا بمعلمتين تتحكم به، هما وسطه ميو وانحرافه المعياري سيجما. لا يتعامل الباحث مع التوزيع الطبيعي للمتغير العشوائي X مباشرة، بل يقوم بتحويله من فضائه العادي normal space X إلى فضاء معياري standardized يختصر بالحرف Z أو Z بواسطة الصيغة الآتية. الآن نحول القيم العادية إلى X إلى قيم معيارية كما يأتي: Z تساوي الفرق بين المتوسط، عفوا قيمة المتغير من المتوسط الكل، مقسوم هذا الفرق مقسم على الانحراف المعياري. هنا المتغير الطبيعي Z الذي حولناه أصلا، يعني اشتقيناه من القيم العادية إلى X، وهنا الآن القيم العادية للمتغير، وهنا الانحراف المعياري، وهنا متوسط توزيع المتغير. عند التمعن بالمتغير Z نجد بأنه الفرق بين قيمة المتغير X ووسط المجتمع للمتغير نفسه مقسما على قيمة الانحراف المعياري سيجما، ما يعني بأن وحدات حساب المتغير Z هي وحدات الانحراف المعياري المتغير X. مثال: تحويل المتغير الطبيعي X إلى متغير طبيعي معياري Z. الجدول الآتي يحتوي بيانات افتراضية عن المتغير الطبيعي X، حيث X تساوي 10 11 8 4 3 6، قيم عشوائية لكنه افترضنا أنها تخضع لقانون التوزيع الطبيعي. يمكن تحويل هذه القيم العادية إلى X إلى قيم اللي هي تأتي على شكل Z انحرافات كما يأتي. أولا نحسب، نقوم بحساب متوسط X. X متوسطه ميو X تساوي 10 زائد 11 زائد 8
زائد 4 زائد 3 زائد 6 مقسمة على عددها اللي 1 2 3 4 5 6 قيم مقسم على 6، إذا المجموع 42 مقسم على 6 يساوي 7. أما التباين والانحراف المعياري فهما كما يأتي، استخدمت الصيغة المختصرة سيجما سكوير اللي هو تباين المتغير X تساوي حاصل جمع مربع هذه القيم مقسم على عددها مطروح من هذه المربعات كلها مربع المتوسط. فربعنا العشرة أصبحت 100، الأحداش أصبحت 121، 8 أصبحت 64، الأربعة 16، 3 9 و 36 مقسم على 6 مطروح منها مربع المتوسط طبعا مطروح ل 49، فبكون القيمة النهائية للتباين تساوي 8.6667. إذا أخذنا جذر التربيعي لهذه القيمة نحصل على ما يسمى بالانحراف المعياري للقيم سيجما of x تساوي 2.944. إذا الآن لدي البيانات التي أريدها اللي هي متوسط التوزيع وانحراف المعياري حتى أتمكن من حساب قيمة الزي. هذه مربعات قيم المتغير X 10 11 مربعاتها، وهنا مربعات أو مربع متوسط المتغير. فيكون المتغير المعياري كما في الجدول، وتحسب الاحتمالات مثل ما شرحنا بالتفاصيل في أو بالتفصيل في المقاطع السابقة. أي الآن Z تساوي حاصل قسمة X مطروح منها ميو اللي هي قيمة المتغير مطروح منها قيمة المتوسط الكل مقسوم على الانحراف المعياري. فهذه القيم 10 مطروح منها متوسطها مقسم على الانحراف المعياري، 11 يطرح منها المتوسط كله ويقسم على الانحراف المعياري، وهكذا حتى حصلنا على هذه القيم. وبالتالي يجب أن يكون مجموع هذه القيم يساوي صفرا. لماذا؟ لأن مجموع انحراف القيم عن وسط الحساب تساوي صفرا حسب القاعدة الإحصائية البسيطة. الآن هناك خاصيتان مهمتان المتغير الطبيعي المعياري. الأولى هي أن متوسطه متوسط هذا يساوي صفر كما ذكرت. الثاني أن تباينه يساوي الواحد الصحيح. لا أريد أن أدخل بالاشتقاقات لأنني قمت بذلك في المقطع السابق. قدمت في المقطع السابق الذي خصصته للتوزيع الطبيعي من بعدين أمثلة عديدة عن كيفية حساب الاحتمال بناء على البيانات والمعلومات المتوافرة عن وسط التوزيع ميو والانحراف المعياري المتغير الطبيعي سيجما. الآن يمكننا التعامل مع متغيرين طبيعيين لكل واحد منهما متوسطه ميو of x i ميو of y i وانحراف المعياري سيجما of x i سيجما of y i. وعلى سبيل المثال لدي متغيرين هنا أو متغيران، المتغير الأول هو XI الدخل السنوي لمجموعة من العاملين، مثلا الدخل السنوي لمجموعة من الأشخاص مثلا، والمتغير الثاني هنا سنوات خبرة هؤلاء العاملين. نستطيع حساب الاحتمالات المختلفة عن التوزيع المشترك Joint Distribution، لأن هنا توزيع مشترك ليس يعني ليس توزيع X لوحدها أو Y لوحدها، هنا توزيع مشترك الآن للمتغير الأول مع المتغير الثاني. اعتبرنا بأن المتغير الأول هو الدخل السنوي والمتغير الثاني هو سنوات الخبرة للعاملين كما في الشكل طبعا المبين هنا. وعلى البعد الثالث هو احتمال X و Y، X إذا كانت X مع Y تساوي كذا وكذا، والآن سأبينها بالمثال. الحجم الكلي ليس مساحة الآن، الحجم الكلي لهذا الجسم من ثلاث أبعاد يساوي 100% واحد صحيح. مثال، لنفترض على سبيل المثال أن لدينا البيانات الموضحة في الجدول أدناه عن التوزيع المشترك للدخل السنوي XI وسنوات الخبرة YI لمجموعة من العاملين في صناعة ما. هذا الآن هو الجدول. لدي الآن الدخل السنوي بدأ من 10,000 بالدينار، 12,000، 14,000، 16,000، 18,000، وعندي هنا سنوات الخبرة للعاملين 3 سنوات 6 سنوات 9 سنوات 12 سنة 15 سنة. وبالتالي يجب أن يكون الآن ممكن أن نطرح أسئلة متعددة هنا. ما احتمال أن يكون الدخل السنوي للموظف أو العامل 10,000 ولديه 9 سنوات خبرة؟ نختار هذا الرقم، لا
لأنه هون joint distribution أو توزيع مشترك. يسمى كل احتمال، هذه الاحتمالات 25%، 15%، 7%، 5% أو 50% هنا، يسمى كل احتمال داخل الجدول الاحتمال الحديث marginal probability. marginal probability. نستكمل الآن هذا الجدول الذي ذكرناه قبل قليل، وهذا الشكل الذي يبين التوزيع المشترك بثلاث أبعاد: الدخل السنوي على هذا المحور X، والسنوات الخبرة على المحور هذا Y، والمحور العمودي اللي هو الاحتمال، احتمال أن تأخذ X قيمة كذا إذا كانت Y. فنطرح أسئلة معينة. احتمال أن يكون الدخل السنوي لشخص ما 14,000 لديه ست سنوات خبرة، فالاحتمال يساوي 33%، هو 33%. إذن 33% من العاملين في هذه المنشأة على سبيل المثال بكون دخل الشخص في 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 هذه الفئة 14,000، ولديهم أو لدي كل واحد منهم بالمتوسط 6 سنوات خبرة. احتمال أن يكون دخل شخص سنوي 18,000 ولديه 15 سنة خبرة، 15 سنة، إذا 18,000 دينار ولديه 15 سنة خبرة، فبكون احتمال يساوي 20%. هنا احتمال أن يكون للشخص خبرة مقدارها 15 سنة، إذا 15 سنة، وأن يكون دخله السنوي 10,000 دينار، إذا تساوي 18%. أكون بذلك قد اكتفيت بهذا القدر بإذن الله تعالى. المقطع القادم، أولا شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون عن توزيع مربع كاي، كاي سكوير ديستريبيوشن، باعتباره توزيعا متصلا continuous مرتبطا بالتوزيع الطبيعي، وهو من أهم التوزيعات الاحتمالية استخداما في اختبار الفرضيات الاقتصادية وفي العلوم الإدارية. سنقدمه إن شاء الله مع أمثل وتفاصيل أكثر. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.